ما شخص يعني يموت من ولد سين ولد كراد ولد ربعة ولد خمسة ولد ستة خصنا كل واحد دار ديال الحالة ثم موت يوت العائلة انت شغول شان ربعة خصي العائلة خص اي دو دو دي تغات والو ما يديش انا ضد الهجره بمعنى الكلمه لحقاش فقدت لنا بزاف ديال الشباب ديالنا وداك الشباب اللي بغينا حنايا نمينا هاد البلاد هادي الا كان خسروا واحد بواحد فين غادي تكون هاد البلاد هادي المراه ما تموت ولا تعيش ولا فهمت